السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم العائلة؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، كيدوزو عيدكم، عيدكم مبارك سعيد بالصحة والعافية ان شاء الله وطول العمر وكل ما كتمناو. المروزية من الاطباق المغربية اللي احنا ما يمكنش اننا نستغناو عليها في العيد، لدرجة اننا اول حاجة كنطحنوها في التوابل هي المروزية. اليوم ان شاء الله طبقت المروزية بطريقة جد رائعة بالنسبة للسيدات، خصوصا المبتدئات ولا غير المبتدئات، غنقول لكم جربوها معايا بهذه الطريقة وردوا عليا في الكومنتات. قبل ما ندوزو للمقادير وطريقه تحضير، ما ننساش نقول لكم الا كنتو جداد ولا اول مره كتشاهدوا القناه ديالنا، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديالك تهبطوا لتحت تضغطوا على زر الاعجاب وتخليو لنا اكبر عدد ممكن من التعليق باش الفيديوهات ديالنا كدوز لناس وحدين اخرين وكيستافدوا منها. فيديو زوين بزاف، خليكم معايا. فهنا اول حاجه غادي نحضروها هي التتبيله ديالنا، باش غادي نتبلو داك اللحم اولا هاد الخلطه اللي فيها جميع التوابل اللي غنحتاجو لهاد المروزيه. اول حاجه غناخد واحد شويه ديال الزعفران الشعره، غادي نفزقو اولا نرطبو في نصف كاس ديال الماء ونخليه على جنب حتى كيطلق مزيان. في قصيعه اولا طبسيل كبير غادي ناخدو راس معلقه كبيره ديال السمن، السمن الحار طبعا ضروري المروزيه البنات، السمن والزعفران شعره هما اللي كيعطيوها واحد الطابع واحد اللذه خاصه بزاف. معلقه كبيره ديال المروزيه، انا هنا المروزيه والتوابل كاملين نقيتهم وطحنتهم على يديا، يعني شي حاجه نسمى ما نعاودش لكم، الريحه طالعه غزاله. راس معلقه كبيره ديال البزار، راس معلقه كبيره ديال الخرقوم، راس معلقه كبيره ديال السكنجبير، الملح دائما حسب الذوق، وعندنا راس معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه. ياك هنايا المكونات كلهم حطيتهم، غادي ندوز لداك الزعفران شعره من بعد ما طلق نحركو مزيان مزيان، وكنكبو كندير به الخلطه ديالي اللي غادي نشرمل بها ولا اللي غادي نتبل بها داك اللحيمه ديالي. صافي كنخدم كلشي مزيان مزيان، هنا اللي بغات تخدم بيديها حبه دالا ورا ما كاينش محسن من اننا نخدمو بيديداتنا، كتجي الحاجه لذيذه لان البنه كلها كاينه في اليدين. صافي كنخدم المروزيه ديالي مزيان مع باقي التوابل، وهنا كندوز للحم ديالي. فانا هنا المروزيه نفضل انكم تحضروها بالعنقره، كتجي غزاله بزاف، كيكونوا طريفات مهبرين وكتجي معلكه، وتاديك المليج كيعطيها واحد التعليكه خاصه بزاف بزاف. هنا بالنسبه للعنقره، فانا فاش كنت كنفصل الحولي طلبت من السيد انه يقطع هي طريفات اللي يكونوا رقاقين شي شويه باش دغيا دغيا كيدخلها الطياب، يعني ما كتاخذش شي وقت اللي هو طويل. حتى لي مغصو كيجيو متولين في الصبه، ملي كنبغيو نحطوهم في الطبسيل كيجيو لي مغصو كيجيو متولين وزوينين في الحطه. هنا غادي ندوز داك الطريفات ديالي كاملين اللي عندي في هاد التتبيله. هنا لاحظتوا هنا ما درناش كاع الزيت نهائيا، باش ان داك التتبيله تدخل لينا مزيان في اللحيمه ديالنا وتشربها وتجينا لذيذه. هنا من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي ديال الحيمه التتبيله ديالها، غادي نعطيكم جوج ديال الحلول. بغيتو تنصبوها هنايا كتخليوها واحد الساعه حتى لساعه ونص ديال المكانه في الثلاجه هكا حتى كتشرب اللحم مزيان داك التوابل. انا كنفضل تبات ليله كامله، انا درت ليها السلوفان وخليتها ليله كامله في الثلاجه حتى الغد ليه عاد نصبصها، كتجي داك الحيمه شاربه داك العطريه وكتجي متبله على حقها وطريقها. فبالنسبه للسيدات اللي غيقدموها للضيوف ديالهم، فانا غنقول لكم انكم توجدوها ليله قبل بحال هكذا باش الغدي ان شاء الله غير كتنصبوها بكل بساطه وما كتاخذش لكم حتى الوقت بزاف. فهنا خديت الطنجره ديال الضغط ديالي اولا الكوكوت، كنست فيها هذوك لي مغصو ديال اللحم كيف ما كتشاهدوا معايا، كنزيدوا داك شويه ديال التوابل اللي بقات لينا في الطبيسيل كنخبوها من الفوق، ضروري حتى شي حاجه ما كتضيع. وهنا غادي نضيف واحد الخليط ما بين زيت نباتيه وزيت الزيتون او ما يعادل واحد 60 غرام اولا نص كاس بعبار كاس ديال العنبه. ما نساوش بان اللحوم ديالنا غتطلق لينا داك الشحوم اللي فيها، ما نكثروش الزيت بزاف. هنا كذلك ما نساوش نضيفوا واحد جوج فصوص ديال الثومه، غير جوج دريسات ديال الثومه يكونوا محكوكين، لانه باش بديت المونتاج لقيتها ما تشدتش. وهنا كندوزو نشحروا اللحيمات ديالنا مزيان مزيان واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه ياك، وكنضيفوا الكميه الكافيه ديال المرق اللي غيطيب لينا فيها اللحم. هنا ضفت الماء اللي كيكون سخون. صافي كنسد عليها، انا هنا خدات لي تقريبا واحد 45 دقيقه ديال الطياب على العافيه اللي كتكون متوسطه. سدينا الكوكوط، درنا الصفاره، خلينا اللحم يطيب. غادي ندوزو للزبيب واللوز. بالنسبه للزبيب اولا العنب المجفف، فانا كنفضل انكم تستعملوا هذا اللي تيكون شويه غليظ باش ما كيتهرش في الطياب وما كيبقاش يبان لينا في المروزيه. فهاد الزبيب هذا اللي تيكون كبيبر هو اللي كيصلح للمروزيه وكيجي فيها كيبقى باين، فدزنا رطبناه في الماء وخليناه يتسقطر. اما بالنسبه للوز فالطريقه الاعتياديه ديالنا، كندوز كنرطبو في الماء اللي كيكون غليان واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق، كنفسخو وكنديرو ينشف مزيان ما بين جوج وريقات اولا فشي منديل، وكندوز كنحمرو اولا كنقليه. انا هنا كان بامكاني انني نحمرو في الفران، ولكن كميه صغيره ما جاتش نشعل عليها الفران ويبقى شحال هو في الفران، فداكشي علاش قليتها فهاد شويه ديال الزويته في مقيله صغيره غير قد ديال البغرير، فكانت كافيه. من بعد ما طابت ليا المريقه ديالي كيف ما شفتو زدنا داك الكميه
كمية ديال الزبيب اللي كنا مرطبينه كيف ما قلت لكم من قبل في الماء حتى تنفخ، وكنزيد واحد 50 حتى 60 غرام ديال العسل. ما كنديرش السكر انا في المروزيه، كيعجبني نحليها غير بالعسل كتجي غزاله. كنضيف واحد راس معلقه صغيره ديال القرفه حتى الاخير، كنجنب عليها الغطايه ديال الكوكوت ديالها، ومره مره كنبقى نخشي المغرفه بحال هكا باش ما كتلصقش ليا اللحيمه في القاع ديال الكوكوت، يعني هي راه كتقلى كتختر، والزبيب ديالنا واللحيمه ديالنا ما كتحرقش لينا في القاع ديال الطنجره ديال الضغط. فهذه مساله جد مهمه من تكونوا كديروا هذه المرحله، ناخذ واحد لاسباتول اللي تكون ديال الخشب، مره مره نبقى نهز بها اللي مقصود ديال اللحم هكا من تحت باش كدوز المريقه من تحت منهم. من بعد ما وقفات لي المريقه، شوفوا معايا الشكل النهائي ديالها، ديجا هي باقا في الطنجره كيفاش معلكه تبارك الله. مريقه انتم كتشوفوا كيفاش خاتره، ما فيهاش نهائيا البصله. الطريقه اللي هي زعما الصراحه جد بسيطه، مروزيه اللي كنقول لكم غير جربوها ان شاء الله غتنجح معكم من اول تجربه. غادي ندوز مباشره نقدمها معكم في طبق ديال التقديم باش نشوفوا الشكل النهائي مع بعضياتنا. كندوز داك الخويط ديال المريقه مع الجناب، وطبعا ما كنساوش التزيين ديالنا باللوز اللي ليناه من قبل وخليناه كيتسقطر من داك الزيت ديالو. كان هذا هو الشكل النهائي ديال المروزيه ديالنا اللي صراحه كتجي اكثر من رائعه، ما كاينش اللي ما كيدقاش عندي وما كيقوليش الله يعطيك الصحه. بغيكم حتى نتوما تجربوها وتعتمدوها في هذا العيد، غادي تعجبكم بزاف بزاف. ما تبخلوش على الفيديو بالضغط على زر الاعجاب طبعا باش يدوز ناس وحدين اخرين ويستافدوا منه. كنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله، وما ننساش نعاود نبارك لكم عيدكم مبارك سعيد بالصحه والعافيه ان شاء الله، وبطول العمر واطيب المتمنيات. الى اللقاء.